بأناملهم الصغيرة نسجوا لحن الحياة، أطفال ويافعي صلح الوادي الذين أحيوا أمسية موسيقية في كنيسة الصليب بدمشق. برنامج طبعاً يعني مو مثل بعض، يعني مثلا صغار اعزف 2 مزوفه مشان مزوفه مو كثير طويله، كبار صناعته مثلا اولى تشيكوفسكي يعني كمان مزوفه كبيره. تنوعت معزوفات الأطفال المشاركين حسب الفئات العمرية ليشكلوا نغماً مليئاً بالدفء والراحة. صلح الوادي بعزف على آلة الكمان، واليوم قدمت غنية كتير حلوة. عزفت معزوفة شومان، أنا بمعهد صلح الوادي بتدرب مع الآنسة ميس فلانا. عزفت اليوم تشيكوفسكي وسوناتا، كتير بحب العزف فلانا. عزفت اليوم تشيكوفسكي وإتشيد، وأنا عندي الآنسة سبتلانا ميرا، و عمري 11 سنة. لعبت سوناتا على البيانو وظليت بالمعهد 3 سنين. صار لي بالمعهد 3 سنين بتدرب مع أنسة اسمها سفتلانا، وعزفت على البيانو معزوفة سوناتا. لطالما كانت الموسيقى هي غذاء الروح والطريق الذي يسوق بنا إلى السلام الداخلي، وأطفالنا هم شعلة الأمل لمستقبل فيه من النور ما يبعث الأمل.